السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكمل كورس كونفيجريشن مانجر إن شاء الله. زي ما اتكلمنا في الفيديوهين اللي فاتوا عن الأوبريتنج سيستم ديبلويمنت، النهارده هنكمل كلامنا. في سوفت وير لايبراري، الفيتشر الجديدة الموجودة تحت الأوبريتنج سيستم هي الأوبريتنج سيستم أبجريد باكج. طب أنا هجيب الأبجريد باكج منين؟ هو مش الانستول بتون فايل، لا، هو كل الأيزو أو كل الأسطوانة بتاعت الويندوز 10. فخليني هنا كونكت الويندوز 10 ايزو بتاعتي. هاخد الاسطوانة زي ما هي، احطها على السي فولدر او اس دي. طبعا هقول له نيو فولدر مثلا، هقول له وين تن ابجريد، حبست الداتا ديت هنا، هنستنى لغايه ما تخلص وبعد كده نرجع نشوف هنعمل معاها ايه. دلوقتي هاجي على الاوبريك سيستم ابجريد باكجز اد، برضه هسيرش في الباص بتاعي او اس دي، بعد كده وين كان ابجريد، دي الباكج بتاعتي. نكست نجست، بعد ما هيجيبها على السيرفر هحتاج اعمل تاسك سيكونس، كريت تاسك سيكونس، المره دي نوعه ابجريد تاسك سيكونس. اسمه ايه؟ ابجريد تو وينتين مثلا. فين الابجريد باكج بتاعتك؟ اهيت. لو انت عندك كذا واحدة برضه، ولو عاوز تحط البرودكت كي، عاوز تنستول الابديتس دلوقتي ولا لا، تنستول الابلكيشنز ولا لا، سامري كلوز. الخطوة اللي بعد كده هتقول له ديسيبل كونتنت، الويندوز 10 ابجريد هي اللي هيحصلها ديستريبيوت، هيوديها فين؟ هنحطها على ديستريبيوشن بوينت. كلوز، هنستنى لغاية ما تبقى 100% كونتنت ستاتس بتاعتها. أول ما هتبقى 100% أقدر أعمل لها ديبلوي. لو انت عملت لها ديبلوي قبل ما تبقى 100% غالبا هيقابلك مشاكل في الانستليشن بتاع الاوبريتنج سيستم. دلوقتي بقت 100% كومبلاينس. لو قعدت معاك وقت طويل وما رضتش تعمل ديستريبيوت، تقدر تيجي هنا في ادمنستريشن مثلا ديستريبيوشن بوينت، بروبرتيز بتاعت الديستريبيوشن بوينت، كونتنت، هتختار الكونتنت بتاعتنا اللي هي ويندوز 10 ابجريد وتقول له ريديستريبيوت علشان نسحبها تاني على ديستريبيوشن بوينت. هنرجع تاني للسوفت وير لايبراري، هنخش على التاسك سيكونس بتاعنا، هنقول له المره دي بقى ديبلوي. هديبلوي برضه على الكوليكشن اسمها ويبس. افيلابل نفس الكلام بتاعنا. ويندوز 8 هروح ارن عليه الاكشنز. اهم حاجه بس في حكايه الويندوز 8 او الكلاينت اللي هتترن عليه الاكشنز عشان تسحب منه النسخه بتاعه ويندوز 10 ابجريد، اللي يكون الايجنت بتاع كونفيجريشن مانجر انستول كرنت برانش ايجنت، ما يكونش ايجنت مثلا 2012 ار 2 ولا 2012 سيرفيس باك 2 ولا اي حاجه من دي، لا لازم يكون كرنت برانش علشان يقدر يفهم اللي هي حكايه الابجريد ويقدر يسحب الايمج ويتعامل معاه. Thank you.
ظهر عندي upgrade to Windows 10 اهو. مجرد ما هقول له انستول هيبتدي التاسك سيكونس بتاعي. هيبتدي يسحب ال Windows image وهيعمل upgrade steps كأنه انا عم حطيت الاسطوانة بتاعت Windows 10 وكده عمل بيها upgrade من جوه ال Windows ده. فهي steps simple وما فيش فيها اي مشاكل. هي كأنك حطيت الاسطوانة بتاعت Windows 10 بتعمل upgrade, ما فيهاش حتى مشاكل الزيرو تاتش انستليشن اللي هو انت مضطر تعمل يوزر سيت مايجريشن عشان توايب الجهاز والكلام ده. لا ده فيري سمبل انستليشن وده كانه ابجريد عادي. هيفضل ريميننج كل الداتا بتاعتك, مش هيعمل فيها اي حاجه. بس ف ان شاء الله بعد التاسك سيكونس ده ما يخلص هتلاقي الماشين ديت بقت ويندوز 10 وكل الكونفيجريشن بتاعتها هتفضل زي ما هي عشان احنا عملنا ابجريد.